زياد، المنتخبات كأس العالم من 3 ل 5، هل ده كان في صالح الكرة الإفريقية؟ وانت عارف طبعا سنة 26 هيبقى افريقيا عندها 9 أماكن ونص كمان. نعم، فهي السؤال هيبقى هنا، هل كل ال9 منتخبات دول هيكونوا على المستوى؟ ما ده اللي انا كنت عاوز اوصلها. لكن بالنسبة من 3 ل 5 فالعدد اعتقد ان الاداء كان لا بأس به. يعني في برضه فرق زي الكاميرون وغانا قدروا يوصلوا دور الثمانية، وبس يعني بكل دي اسف شجعت الاتحاد الدولي ان يزود عدد المنتخبات في افريقيا. عدد المنتخبات في افريقيا هو اداء الكاميرون يمكن سنه 90، نعم، ونيجيريا في نيجيريا اولمبيك جيمز، نيجيريا في 94 94 في اولمبيك جيمز، 94 في كاس العالم برضو من الاولمبيك وعملت جيمز كان بعديها، بس لان الزياده من 3 ل 5 كان في 94. 94 والحقيقه يعني الحق يقال، يعني لازم ندي الحق لاصحابه، ان صاحب الفضل الرئيسي فيه هو عيسى حياته. انت شايف الرياضه بصفه عامه في الوقت اللي حصل فيه كورونا، امتى ترجع الرياضه زي ما احنا كنا متعودين عليها؟ هي ابتدت شويه، ابتدت في اليورو. تاخد وقت قد ايه؟ انت شفت في اليورو صعب ان يعني متوقفه على الفيروس، الفيروس يعني ربنا هو اللي بيتحكم بقى في الفيروس، وان شاء الله ربنا يبعده عننا ان شاء الله، يبعده عنه ويبعد المتحور ده اللي عمال بيتحور وبتاع. ربنا يبعد الهم والغم علينا يا رب ان شاء الله، وتعود كل شيء زي ما كانت الاول. احنا ربنا كان مدينا نعم واحنا مش محافظين عليها، فده تذكره من ربنا سبحانه وتعالى في بالنسبه للكورونا دي. طيب انا عندي حاجات كتيره جدا، لكن انا عاوز اخد فاصل عشان نريح الساده المشاهدين، ونريح حضرتك تشرب حاجه، ونرجع تاني نكمل برنامجنا النهارده مع المهندس مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة للنادي الأهلي، ونرجع نتكلم على حاجات كتيرة جدا لسه احنا للصبح معاكم إن شاء الله. فاصل ونواصل.